اقترب كي أراك وتكلم كي أعرفك. تعليلة هي من إحدى عاداتنا وموروثنا الجميل عندما يجتمعون الناس مع بعضهم ويتحاورون عن مواضيعهم الاجتماعية الخاصة، ويفرغون تعب العمل اليومي عبر الاجتماع والاستماع للحكايات والقراءات والشعر والأهازيج الفلكلورية الجميلة. تستضيف تعليلة جميع الفئات العمرية في المجتمع الواحد، أهم من ذلك أنهم يشركون الشباب والأطفال في هذه الجلسات للتعلم واكتساب الخبرات من الأكبر منهم سناً وخبرة. ومن مميزات تعليلة في القدم أنها كانت تعالج المشاكل العالقة بين الناس، ويتم الحوار بكل أريحية وطرح مشكلاتهم وأرائهم، ومن ثم تحل المشاكل فيما بينهم عبر شيخ أو مختار، وبعدها يتم الطلب من المغني الذي تعودوا على الاستماع إليه بأن يدق ويغني لهم. ونظراً لحالة التفكك المجتمعي الذي بتنا نلاحظه في واقعنا الاجتماعي، أطلقنا مشروع تعليلة كإحدى أشكال الحلول المتواضعة لترابط الناس اجتماعياً وثقافياً وفكرياً، ومحاولة فتح قنوات الحوار وتبادل الهموم والمشكلات التي فرضتها علينا ظروفنا الحياتية الجديدة. احنا بنشتغل علاج نفسي ودعم نفسي مجاناً لكل إنسان أردني سوري. ومن أجل زرع بذور المحبة فيما بيننا، يكون لقاؤنا متنوعاً من طرح مبادرات ذاتية إنتاجية والاستماع لمواهب جديدة مثل العزف والغناء والقراءة والشعر وما شابه ذلك، منطلقين بفكرة توحيد الجهود الاجتماعية من أجل بناء مجتمع أفضل وأجمل. الخط العربي له قواعد خاصة كثيرة، في اسمه كتاب قواعد الخط العربي. أسمر يسمراني مين أسك علي. جاءت تعليلة كي تساهم في فتح مجال ومساحات آمنة كي نستمع لبعضنا البعض ونساهم في اكتشاف ذاتنا عبر المبادرات والأفكار التي تعرض في سهرة تعليلة، والتي تؤدي إلى فهم ذاتنا واكتشاف مواهبنا وأفكارنا من أجل الوصول إلى بناء المجتمع المنتج الواثق من ذاته نحو واقع أجمل وأفضل. لولا البكاء ما ينشرح خاطر ولا ينزاح، وين خللت دار يطفي سعير الليلتين اللي خلت. ومن أهم مميزات تعليلة أننا نستمع إلى بعضنا البعض دون الاستهزاء أو الامتعاض لأي موضوع يطرح داخل السهرة، بل نقدر كل المواهب والمبادرات والأفكار بكل حب واحترام. رأى من خلفها سد مشيد البنيان والماء يشبه الصحراء، كان ذلك الأنين من حجر موجود في ذلك السد. من خلال مشاركة تعليلة في برنامج أوكسفام مع اتحاد المرأة الأردنية في عملية إدماج الشباب السوري القادم إلى الأردن مع المجتمع الأردني المضيف، قمنا بتشكيل فرق تعليلة في كل من مخيم البقعة ومدينة السلط ومخيم حطين، وكان أعضاء هذه الفرق من سوريين وأردنيين. بصراحة أول ما عرضت علينا الفكرة كثير شجعتني على أني أكون من الفريق، كونها بتدمج المجتمع السوري مع المجتمع الأردني، وإلها أهداف عديدة يعني، وأهدافها كلها سامية ونبيلة يعني، فكثير انشديت أني أكون في عضو مشارك في الفريق، والحمد لله شاركنا وإن شاء الله نكون ناجحين. طبعا أنا من ضمن فريق تعليلة، بصراحة تعليلة أنا كثير انبسطت فيه لأنه بصراحة عم بيتيح أنه نطلع الطاقات الموجودة عند الشباب، نعرف إيش هي، كمان أنه هاي الطاقات لازم ننميها عند الشباب ونستثمرها، لأنه هم عن جد ناس، هم شباب منتجين بالمجتمع، لازم نجذبهم، نعرف طاقاتهم، نعرف أنه إيش هم بحبوا كذا. أنا شفت أنه أي نجحت، لأنه أصلا حنا المشاركين أصلا السوريين هنا اللي جابوا الأردنية، أنه هن اقترحوا بعض، والشيء الحلو أنه كان أنا حسيت أنه نحن لازم، أنه أنا كنت أفكر بس أنه لازم يسمعونا، فأنه طلع لا، نحن بنسمعنا لو هن بأرضنا وبلدنا، فعندهم مشاكل وعندهم قصص نجاح لازم يسمعنا. عقدت ورش عمل للفرق من أجل إتقان إقامة برامج تعليلة في المناطق المذكورة أعلاه، وذلك من أجل استمرار فكرة تعليلة في تلك المناطق وعلى نفس النهج والفلسفة التي أسست عليها تعليلة الأم. وأقامت أيضاً أمسيات تعليلة في هذه المناطق، وحرصنا أن تكون فقرات الأمسية مناصفة بين السوريين والأردنيين، وقد لاقت الفكرة نجاحاً ملحوظاً. Thank you.
أول شيء إنه اجتماعية تكون، ونقدر إنه نكون الواحد بيطلع قدراته، وكمان نتعرف على وجوه ثانية. طبعاً يعني حسيت إنه في إبداعات انطلقت، أو زي ما بنحكي انتفضت الإبداعات داخل النفسية، وشجعت يعني، وكمان تلقيت تشجيعات من ناس. موضوع انطلاق عيارات النارية صحيح هو يعني ظاهرة خطيرة، طبعا خطورتها تتأتى من كونها تؤدي إلى أضرار كبيرة جدا، ومنها تصل إلى القتل إلى الموت. يعني ابني كان تعرضنا لأزمة حرب، وتعرض لخوف شديد، معاناة نفسيته شديدة، كان يتعرض لقلق بالليل ما ينام، بكى وقلق وخوف ورعب شديد. حكيت لأبوه إنه بدي أخذه عالجه عند دكتور نفسي، وأنا إن شاء الله تعالى حبيت أكمل بعد صف السادس، ألجأ تبع التعليم وأكمل، لأنه التعليم إشي حلو في الحياة، إنك تفتخر إنك هون أم هم مبسوطين فيها ومفتخر فيها. أنا جاي بنتي اليوم معايا، قلت يوم إن شاء الله غابيض وجهك ووجه خواتك وأخوتك، لكن شجعتوهم وعطتوني حافز إني أصير. رح أحكي عن مرض التدرن، مرض السل. كثير ناس ما بتعرف أو ما عندها علم أو ما عندها خلفية عن مرض السل. أول إشي سمعت آراء الموجودين بالتعليلة، تعلمت منهم إنه أنا لازم أشارك، أحكي حرية الرأي اللي عندي، أتقبل الرأي الآخر، ما أفرق بين الجنسيات، لأن كليتنا عرب. يعني في إنه أعطتنا رسالة حلوة نوجهها للناس، اللي هي كبيحكوها الوحدة العربية. اجتمع ثائر رفاعي كأخ سوري، وزميلنا هون كأخ فلسطيني، وزميلنا هون أنس المناصير كأخ أردني. اجتمعت مواهبهم من عدة دول، من ثلاث دول اجتمعت مواهب جميلة جدا، فكان يعني ثمرة التعليلة تحققت بدمج هالثلاث شباب من جنسيات مختلفة لأداء هذه الفقرة الجميلة اللي هي موسيقى الراب. بتهيألي يعني طرح أفكار ثقافات مختلفة بسر الحوار، يعني بتبطل المعلومة غايبة عن ذهننا. مثلا احنا كأردنيين في الأردن بنعيش، ما بنعرف شو أطباع السوريين، فمن هذا الباب يعني كثقافات بتلتقي مع بعض، بتتناقح الأفكار، أكيد راح يولد عمل منتج للطرفين. التعليلة عجبتني كثير، يعني حسيت احنا ايد واحدة، وطن واحد، يعني انه مثلا بلد واحدة، يعني فيش فرق بين السوري ولا الأردني، والحمد لله يعني بجهودكم وجهود يعني الكوادر كلياتها الحمد لله استفدنا منها التعليلة. وتوجنا الفكرة والاندماج وتجلياتها في رحلة ميدانية إلى منطقة غور المزرعة مع مبادرة ذكرى، تم من خلالها تلمس نجاح الفكرة من خلال الجو الذي كان يسوده المحبة والاحترام في أبهج صورة.